لايستر سيتي برينتون مباراة في القمة، يعني مباراة شان مارك، يعني وين نقولوا رغم أن لايستر سيتي وين يبقى يعني بالمشي يبقى ما عاناش، يعني رغم أن وين عاد يعني بعد ما كان منهزم عدل وكان فائز وتم تعديل من جانب برينتون، شان برينتون وين ماتيون يعني الذي سجل الهدف الأول في الدقيقة 27، إيفان يعني في الدقيقة 88 هدف التعادل، شأن مارك يعني ليعدل النتيجة في الدقيقة 38، بارنيس الذي أضاف الهدف الثاني في الدقيقة 63، إيفان وين عدل في الدقيقة 88 في وقت الميت، يعني وشأن داني وارد يعني في الحراسة على لايستر سيتي، دانيال شأن وارد شأن لوك شأن تيمونتي يعني يوري ماندي يعني كرينار دينيس بارنيز يعني وجيمي باردي اللي خرج يعني في الدقيقة 16، مارك جيمس مادينسون يعني بيستون يعني في الدقيقة 86 دخولهم، شأن برينتون وين روبرت يعني سانجيس في الحراسة، لويس يعني باولو يعني وين نقولوا باللي داني يعني داني باسكيل ادم لالانا، يعني وين نقولوا باللي كانت المباراه مباراه كانت سيئه بالاهداف، شان اهداف شان وين نقولوا رغم ان وين برينتون وين كان يعني مسيطر 62% نسبه استحواذ، لايستر سيتي 38% نسبه استحواذ، 292 تمريره لايستر سيتي 576 تمريره، وين نقولوا بلي لايستر سيتي دائما بربعة ربعة سنين، لان وين نقولوا برينتون اللي دخل بخطه 4-2-3-1، يعني كانت وين كانت المباراه مباراه كانت شيقه، شان فيها اهداف، شان وين نقولوا بلي العام يعني وين كوارو تاع برينتون اللي سجل في الدقيقة 27 وكان تعديل وين مارك يعني في الدقيقة 38، بارنيس يعني في الدقيقة وين سجل وين انتهى الشوط الأول هدف لهدف، الشوط الثاني كان بارنيس الذي أضاف الهدف الثاني لصالح لايستر سيتي، إيفان يعني وين عد النتيجة في الوقت ميت دقدقهم ما ولا والله لا دقدقوهم، يعني نقولوا بلي كانت مباراة جيمي باردي كانت مباراة اللي كانت يعني رغم أن تشوف المستوى يعني ما مستوى كبير، يعني تشوف مستوى كبير، مستوى تاع يعني لاعبين يعني في المستوى لاعبين يعني قيمة لاعبين الأندية، رغم ذلك وين تشوف أندية وين تلعب يعني بمستوى كبير جدا، هذه هي وين نقولوا بلي اليوم وين لايستر سيتي برينتون الدور الإنجليزي الممتاز الجولة 21، شاهدنا كيفاش انتهت المباراة. ما تنساوش عطونا جيم كومنتير وبارطاجونا لي فيديو، وان شاء الله دائما معكم بجديد ان شاء الله، واللي مشي ابوني معنا، وربي يحفظكم خالتي، صحيتو.